على خير الأنام سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الملاح. أيها الحضور الكريم، مدير الفاضل، السادة الأساتذة والأستاذات، آباء وأولياء أمور التلاميذ، زميلاتي وزملائي، أهلا وسهلا بكم أهلي وخلاني، سكنتم في ثنايا وجداني. نحتفل اليوم بتكريم نخبة من المتفوقين والمتفوقات في فن الخطابة والإلقاء باللغة العربية و La compétition de l'éloquence في اللغة الفرنسية. فهنيئا لهم ولمن وقف خلفهم. فأنتم ظهور حفلنا ونجوم سمائنا. والآن موعدنا مع أجمل وأروع الكلام، كلام الله. نفتتح به حفلنا وتطمئن به قلوبنا. آيات من القرآن الكريم تشنف بها مسامعنا التلميذة زينب الربع، فلتتقدم مشكورة. Et à tous, et bon vendredi. Nos chers professeurs, notre cher directeur, nos chers parents, le staff administratif de notre établissement, nos chers amis, au nom des deux clubs, le club littéraire arabe et le club français de la créativité CFC, je vous remercie infiniment d'être aujourd'hui avec nous et nous avoir honoré par votre présence dans cette cérémonie de remise des prix de la compétition de l'élégance en arabe et en français. Avant d'embarquer dans cette aventure, nous aimerons commencer avec une récitation de quelques versets du Coran sacré avec l'élève Zainab Robert. أيها الحضور الكريم، صباح سعيد وجمعة مباركة. بداية أشد على أيديكم بحرارة على الحضور وعلى تشريفنا اليوم في هذا الحفل البسيط البهيج في نفس الآن. وأخص بالذكر إدارة المؤسسة في شخص مديرنا السيد عبد العزيز الزيغ، جمعية الآباء في شخص أمينها أو رئيسها السيد مصطفى مظهر، الطاقم الإداري من حراس عامون المؤسسة، لا ننسى الطاقم الخدماتي أو الأطر الخدماتي المؤسسة، آباء وأولياء تلاميذ وتلميذات المؤسسة، أصدقائي زملائي وزميلاتي الأستاذات والأساتذة المؤسسة، أيها التلاميذ والتلميذات. إنه لشرف كبير وفخر أيضا أن ننظم هكذا حفل ك
كتتويج لمجهودات ومسار لا أقول شاق، ولكن مسار فيه طموح، فيه رغبة، فيه إصرار، فيه منافسة شريفة بين المتعلمين والمتعلمات. إذن كما قلت، اليوم تتويج لمسابقة الخطابة باللغة الفرنسية، وقد اخترنا لهذا أو لهذه النسخة الأولى من نوعها شعار حان الوقت لأكون مخاطبا جيدا. Il est temps pour devenir éloquent. كما سيفرتيك السيد المدير. إذا شعار كبير يتطلب مجهودات، يتطلب مجهود أو سيرورة من العمل. سأتكلم بصفة مختضبة حول نادي سي اف سي. نادي سي اف سي هو نادي النادي الفرنسي للإبداع، لو كلوب فرونسي دو لا كرياتيفيتي. هو نادي شاب يعني يهتم بجميع المجالات، وست كلوب فاريي متنوع. نعمل على لا شونسون، لا بويزي، لو تياتر، لو رومون، لي زيكسبوزي، لي رونكونتر، اي اوسي لي كونفيرونس. ولو انه خافت نوره او ضوءه في السنوات الاخيره، ولكن دائما يعود ويعود بقوه. اذا مسابقة خطاب باللغة الفرنسية جاءت في سياق، جاءت لسببين اثنين. السبب الأول هو ما لاحظناه يعني خلال السنوات الأخيرة أو فيما مضى أيضا، هو تردي مستوى ديال التعبير الشفوي عند التلاميذ. هناك تلاميذ نجباء يحصلون على معدلات عالية في المواد العلمية وأدبية كانت، ولكن عند الإلقاء وعند مواجهة الجمهور يجدون مشكلة، ومشكلة عويصة جدا، وهذا يترتب عنه يعني لما يصبحون أطرا ويصبحون مسؤولين فهذا يخلق مشكل، وهذا نعيشه جميعا في الاجتماعات، نعيشه في اللقاءات إلى آخره. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني هو المسابقة التي نظمت وطنيا، أقول وطنيا، وقد كانت لتارودانت يعني نصيب بين قوسين الأسد، هذه لابو أو ليس الأسد شيء، هذا شيء أنه ذا كانت المسابقات الإقليمية ثم المسابقة الجهوية ثم الوطنية. هذا العام يعني نظمت في خنيفرة، يعني أكاديمية خنيفرة، وكانت تارودانت حصلت على الرتبة الأولى يعني من طرف واحد التلميذة أظن المستوى الرابع، يعني الخطابة، فن الخطابة باللغة العربية. تصوروا معي 12 جهة بمنافسين أقوياء بجميع المستويات، وتحصل التلميذ على المرتبة الأولى وتنتمي إلى المستوى الرابع. إذا هذا ليس سهلا، هذا إنجاز وفخر، وأنا يعني رأيتها رأي العين يعني عن قرب لما كانت تجتاز. وبالمناسبة هي تفوقت على سارة الضعيف، تعرفون كلكم سارة الضعيف التي يعني ربما الوصيفة في تحدي القراءة السنة الماضية، تفوقت على التلميذة خلال الإقصائيات الإقليمية، هذا غير المعلوم. إذا تأتي المسابقة للخطابة في هذا السياق، نتمنى أن نساهم بجزء ولو يسير في تغيير شيء في شخصية هذه المتعلمين، يكسبوا نوع من القدرة والجرأة يعني طريقة الكلام والفصاحة أمام الناس. هذا ليس سهلا، هذا يكتسب. صحيح أنه تكون هناك الموهبة، ولكن العمل والتطور والرغبة في التقدم يعني يعطينا بحال النتائج، ودليل على ذلك أننا عندنا إذا وسعنا الوقت سنعطيكم واحد نموذج إما باللغة الفرنسية أو العربية لتلميذة أو تلميذة يعني توجد في المركز الأول، وسترون بأعينكم ماذا يعني قدرة التلاميذ على الكلام وعلى الخطابة أمام الجمهور. إذا السياق، هذا هو السياق. يعني أحببنا أن لا ننسى التلاميذ كما وعدناهم بجوائز بين قوسين قيمة، نتمنى أنهم يقبلوا بنا بهذه الوسيلة التي جبناها اليوم إن شاء الله. في الأخير لكي لا أطيل عليكم، وقد أطلت عليكم ربما كما يبدو من خلال الوجود، لأن الكلام كثير وكما يقال الحديث ذو شجون. على كل حال أشكر مجددا، أنا عبد الأسد من الأخير، أشكر السادة الأساتذة إخواني وأخواتي على
ما قضيناه في هذه السنوات وهذه السنة بالأخص، وكنشكرهم على المجهود ديالهم وعلى لونجاجمون انكونديسيونيل لا مشروط أو الانخراط لا مشروط معنا. أشكر الآباء على حرصهم ولو أن النشاط جاء بسياق وعيان، ولكن نشكرهم على كل حال على حضورهم اليوم. نشكر إدارة المؤسسة التي لا تتوانى عن تقديم الجهود يعني وتسهيل الصعب. جمعية الآباء مشكورة أيضا على دعمها المادي، أخص المادي في تنظيم هكذا النشاط. أشكر الأعوان، أشكر الأطر الإدارية للمؤسسة، وأشكر أيضا وأشكر على تلميذاتي وتلاميذتي الأعزاء اللي مشى منهم ليس إن شاء الله يسهل عليه الله يعاونه ذكرونا بالخير، واللي باقي معنا الله يسهل عليه الله يسر ليه. وتذكروا دائما il faut viser la lune، واحد المفكر يجب عليك ان يعني الفيزي سا فادير تحط عينيك على القمر. خليك علاش الى كاع ما وصلت للقمر غطيح فيك نجمات لحدا، على كل حركة في الارض ما تبقاش تشوف حداك. كونوا طموحين، كونوا وثقاء من نفسكم، المستحيل يصبح ممكنا بالاراده وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله.